سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم في لاشين ديالي اميمه بيوتي، ومرحبا بكم في فيديو جديده. وهذا الفيديو درته حيت عندي واحد الخريجه مع العائله، وقلت علاش لا ما نشاركش معكم ماكياجي وشنو غنلبس وفين غنمشي. المهم ما نطولش عليكم، كنشكر الناس اللي كيدعموني وكيقولوا في حقي كلمه زوينه، كنبغيكم بزاف. ما تنساوش ديروا لي ابوني في ماشين ديالي وفي الانستغرام. ما نطولش عليكم البنات، بقوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. اول حاجه البنات غنبدا بها هو برايمر ديال هدى بيوتي. ناخد اونتي سيرم ديال فيتمي الرقم 10، غنبدا به هو الاول. علاش؟ لان باش ندرك دوك الحبيبات اللي تيكونوا عندنا. كيف كتشوفوا البنات عندي شي حبيبات هنايا وبقاو ليا لي طراس، كنضربوا به هو الاول. غناخد بيوتي بلندر، نحاول نطومبي مزيان هاد لونتي سيغل اللي درت. ماشي مشكل الا بقى، حيت درتي الفوندو تان ما يبقاش يبان. غناخد فوندو تان ديال فلورماغ، هذا كما كتشوفوا راه مات مي راه فريمون واعر. البنات اللي كيكونوا عندهم حبوب ولا طاش ما كتبغيش تضرك، هذا راه كيضرك. حاولوا البنات ما تكثروش منه لانه شويه ثقيله، كتعرفوا تيكون الفوندو تان اللي تيكون ثقيل، من الاحسن ما تكتريش بزاف باش وجهك ما يبانش مقبص. البنات ما تنساوش ديروا حتى ودنيكم وعنقكم باش ما يبقاش يبان الفرق ما بين ودنيك ووجهك وعنقك. راه بعض المرات تقدر ديري فوندو تان بيض يبقى يبان وجهك بيض ودنيك كحل. خد كونسيلر واحد اخر، هذا ديال ليكويد. البنات هذا خديته من بيم، تقدر تكون شي وحده خداته. هذا خديته شويه بيض حيت عندي اللي في حال اللون ديالي، وبلد علاش ناخذ شويه بيض كنبدل. ننصحكم نصيحه قبل ما ديروا الكونسيلر، عمركم ما ديروه في هذه البلاصه هنا، ديما ديروا شويه لتحت هكا. عاد ديك الساعه ملي كتشدي البيوتي بلاندر وكتبقاي طومبي كتبقاي غادا وكتطلعي، اما ملي درتي هنايا كيبداو عينيك يتجلخو، ما كيبانش الماكياج غادي باحترافيه، فهمتي؟ يعني تيبان بحال مجلخ شي شويه. المهم انا غير باش نوريكم الطريقه، غنمشي معكم بشويه بشويه باش تفهموا كلشي. واخا البنات غناخد هاد بيوتي بلاندر الصغيره، انا كنحماق عليها، هادي مختصه غير بالكونسيلر وبس. عرفتي صغيره وكتحكمي فيها كيف ما بغيتي، ننصحكم بها البنات خذوها والله العظيم. غناخذ البنات هاد الكونتورين ديال هدى بيوتي، هاد اللون كيعجبني بحال اللون ترابي شويه، ولكن البنات ننصحكم الى وجهها بحالي رقيق، من الاحسن بلا ما ديري الكونتورين. انا دابا غنديرو غير باش نوري الطريقه للبنات كيفاش يخدموا الكونتورين في الوجه. البنات اللي وجههم رقاق من الاحسن بلاش، حيت شحال من وحده كتكون غليظه وكدير الكونتورين غير باش تبين وجهها رقيق. كنتمنى انكم تفهموني البنات. كنصحكم الا ما كانتش عندك شي مناسبه اللي غيكون الماكياج طخو شارجي، من الاحسن بلا ما ديريه. داك الشيء تخرجي غير خريجه سامبل بلاش، كنتي عندك عرس خطوبه شي مناسبه ديريه، داك الساعات يكون الماكياج طخو شارجي ماشي مشكل ديريه. المهم ما نطولش عليكم، انا نوريكم كيفاش تخدموا. درت في يدي شويه هنايا لانه كيخرج بزاف وانا ما بغيتش نكثر. غناخذ شويه البنات وغديروا في هذه البلاصه
في العظم هنايا بحال هكا. ما كتشوفوا البنات قلت لكم تيطلق شويه مجهد، انا راني نقصت منه حيت تمجد ليا في وجهي، اللون ديالو مجهد بزاف. غناخد دابا باودر ديال فيتمي، غناخد هاد برونز ديال بورجوا. البنات الا كنتو ديجا ديري الكونتورين اللي وريتكم، من الاحسن هذا ما تكتروش منه بزاف، لانه كيبقى ديجا كونتورين باين في وجهك. ستاخدي غير شويه غناخد بنتانت هاد الفراجو الطبيعي اللي كيتبغيه اي وحده، وما كاينش وحده تقول لك انا ما كنبغيش. هذا هو السر، هذا هو اللي كيطيح عليك السر. انا بعدا كنموت عليه، ما كنبغيش ندير منه بزاف. ناخد باودر بانانا، غنديرو تحت العين ديالي. علاش؟ باش تلادات لي فاغا بوبيغ ما بقاش يطيح ليا دوك الغبره ديال لي فاغا بوبيغ تحت عينيا، ومن بغي نحيد كيتجلى. ناخد غير شويه غنديرو في هاد البلاصه هادي، وحتى هنايا غناخد هاد الباليت الصغيره ديال هدى بيوتي. هادي تهزيها في ما بغيتي تمشي ديريها غير في صاكك، ما غتاخذلكش لي سباس بزاف، وفيها الوان واعرين البنات كيف ما كتشوفوا. انا ما غنكثرش بزاف فوق عينيا بزاف، غناخد غير هاد اللون هذا وغنديرو فوق الجفن ديال العين ديالي، فوق العظمة العين. ناخد ثاني لون اللي هو هذا اللي مغلوق عليه شويه، غنديرو في هاد البلاصه الاخر ديال العين باش كتبان العين شويه كبيره. كما كتشوفوا البنات دابا غناخد لون اللي يكون شويه بغيون، هاد الذهبي هذا، وغنديرو فوق الجفن ديال العين في البلاصه اللي خاويه. نفس اللون الاول اللي درت وغنديرو تحت عينيا. ندير الايلاينر، بقاو معايا. مكنبغيش البنات نديرو في عيني كامله، كندير غير النص ديال عينيا. حتى الطول ما كنبغيش نطولو بزاف حيت انا ما غنركبش الشفار، داكشي علاش. فوالا كما كتشوفوا قديت حتى العين الاخرى. المهم دابا البنات غنشط حجباني، ديجا قلتها في الفيديو قلت لكم انا ما كنقادش حجباني،
كنكتفي بس بالمشات وصافي. الاي شادو كنحيدو هاد باودر بانانا اللي درنا تحت عينينا في البلايص اللي درنا في وجهنا كاملين. ديال ايسونس ندير تحت عيني شويه غير شويه باش ما يتجلخش غير بحال اللي كتمشي. الطور ديال الوجه غنرشو على وجهي كامل وغنخليه حتى ينشف باش يبقى ليا الماكياج واحد المده طويله شويه. بعد ما نشف لي وجهي غناخد هايلايت يكون شويه برونز هذا اللون هذا حيت ديجا دايره انا ماكياج نيود غناخد شويه برونز. اخر حاجه البنات وصلنا لها هو غوج على ليفغ حتى هو ديال ليكويد. هذا كان جاني كادو من برا صراحه تاكلي واي حاجه ما كيتمسحش دغيا حتى هو كنموت. كما كتشوفوا البنات وصلنا للخير ديال لا فيديو كنتمنى يعجبكم ماكياجي وكنتسنى الراي ديالكم. المهم ما نطولش عليكم باقين معايا غتشوفوني شنو غندير لشعري وشنو غنلبس ما تمشيو فين. البنات انا قبيله تنشفت شعري حيت غسلته ولكن باقي ما ناشفش 100%. شنو غندير؟ غندير نفس المشطه اللي كديرها قبيله باش كندير الميك اب غير هي خديت البلاك وغنرولي غير البلاصه التحتانيه باش حتى الا شديتو كتبقى هاد البلاصه التحتانيه ديال الشعر رولي وكتعطي واحد الفوليوم زوين وكلاس بزاف. فوالا انا غنوريكم الطريقه اللي غندير بها بقاو معايا. البنات فرقت شعري على جوج غناخد جوج لاستيكات غنشد هذا الاول بحال هكا باش نتحكم فيه وحتى هادي. البنات اللي كيطلبوني على البلاك ديالي هذا كان عندي في الاول بابيليز ومشى ليا تسرق ليا وعندي دابا هذا ايليت. هذا دابا عندي شي 3 سنين ولا 4 سنين هو عندي ولكن راه واخا تخليه نهار كامل هو خدام ما كيقولش اي ما كيطفى حتى شي حاجه يعني مارك زوينه. عندك ايليت وعندك بابيليز هادو بجوج اللي تقدري تاخديهم في البلاك وعينيك مغمضين يعني ما تخافي من حتى شي حاجه. المهم انا البنات انا غنوريكم الطريقه كيفاش غنرولي شعري. غناخد شويه غنبقى ناخد شويه وانا كنرولي. الطريقه اللي ديرولي كتشدي شعرك هكا وكتبداي ترولي بحال هكا كتشوفوا شو كيفاش كيخرج. المهم انا غنكمل شعري. كما كتشوفوا البنات الفرق ها هو هذا اللي روليت وهذا اللي باقي كيبان واعر واخا ما يكون شعرك مقاد 100% مي غير شديتيه غير هاد الخصله التحتانيه ديال الشعر وليتيه تيبان فوليوم زوين. المهم انا غنسالي هاد الجهه الثانيه اي ابري غنقاد القصه.
بقاو معايا. انا قديت الجهه الثانيه فوالا، انا دابا لتحت ساليس منه، غندوز القصه غنقادها وغنوريكم حتى هي الطريقه باش تجي زوينه. المهم ما تصابيوش، ما تمشيو في حتى بلاصه، بقاو معايا حتى سالي. يلا القصه البنات، وغنخدم بالبلاك. كما كتشوفوا هنا سالي القصة، غناخد زغيبة رقيقة، وهذه رقيقة بحالها، وابخي غنشد شعري اللور. واخا راه ما بقاتش من نديرو ليهم بحال هكا، وحتى هادي كما كتشوفوا اللور مقاد. بعد ما ساليت الماكياج ديالي ولباسي، انا هبطت دابا كنتسنى ماما تجي وجداتي باش نمشيو للبلاصه اللي مجموعه فيها العائله. المهم ما تحركوش وبقاو معايا باش نوريكم فين غادا. دابا انا غادا خبازه ناخد شي حاجه باش نمشي لعند العائله. المهم بقاو معايا. انا وصلت المخبزه اللي غناخد منها، غنشوف ديك الساعه شنو غناخد. و اونفان تلاقيت مع العائله كيف ما قلت لكم. كنتمنى يعجبكم الفلوق اللي درت، واخا غير صغير وسامبل، حيت بزاف الناس طلبوني على لي فلوق، وهذا اول فلوق. كنتمنى يعجبكم، كنبغيكم بزاف، تهلاو فراسكم.